السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أبنائي الحلوين؟ هل أنتم بخير؟ درسنا اليوم سيكون قراءة الأعداد 6 7 8 وكتابتها. درسنا في مادة الرياضيات، ومادة الرياضيات مادة مشوقة جدا. هيا تعالوا يا أبناء الصف الأول، سنتعلم في هذا الدرس قراءة الأعداد 6 7 8 وكتابتها. هيا هيا، دعونا الآن ننظر إلى الصورة. من يحب التفاح؟ تفاح أحمر ولذيذ. دعونا ننظر إلى الصورة، دعونا نحسب عدد التفاحات. إذن هل بإمكانكم أن تعدوا معي عدد التفاحات الموجودة؟ هيا بنا، 1 2 3 4 5 6. ممتاز، إذا لدينا 6 تفاحات. أحسنتم، إذا لدينا 6 تفاحات. 6 يكتب بالأرقام 6 وبالحروف 6. إذا هيا بنا نعد مع بعضنا البعض على خط الأعداد. خط الأعداد خط جميل. خط الأعداد يحتوي على أرقام، أصغر عدد نعم إنه الصفر، وأكبر عدد موجود على خط الأعداد الآن نعم إنه العدد 6. دعونا نعد مع بعضنا البعض، 0 1 2 3 4 5 وأخيراً 6. ممتاز، إذن 6. لدينا الآن شكل مقسم إلى مربعات، ألون 6 مربعات باللون الأخضر. من يحب اللون الأخضر؟ ثم أمرر القلم على النقاط لكتابة العدد 6. هيا بنا، لونوا، 1 2 3 4 5 6. ممتاز، إذن هل لوننا 6 مربعات؟ أحسنتم، دعونا الآن نمرر القلم على النقاط ونكتب العدد 6. 6 نعم، نبدأ من اليسار حتى نصل إلى اليمين وننزل إلى الأسفل. 6 ممتاز، هيا نكتبه مرة أخرى بخط جميل ومرتب، من اليسار إلى اليمين وننزل إلى الأسفل. 6 أحسنتم، مرة أخرى، هيا، من اليسار إلى اليمين وننزل إلى الأسفل. 6 أحسنتم، مرة أخرى، من اليسار إلى اليمين وننزل إلى الأسفل. 6 أحسنتم، بإمكانكم أن تجيبوا على التمرين 1 في الكتاب صفحة 58، اتفقنا؟ الموز مفيد ولذيذ، من يحب أن يتناول الموز؟ الموز يعطينا الطاقة. إذن هيا نحسب الموزات مع بعضنا البعض، دعونا نعد، 1 2 3 4 5 6 7. إذن كم موزة؟ كم عدد الموز؟ هل موزة واحدة؟ هل 5 موزات؟ نعم 7 موزات، أحسنتم، إذن 7 تكتب بالأرقام 7 وتكتب بالحروف وتقرأ 7، أحسنتم. هيا نعد مع بعضنا البعض على خط الأعداد. هل أكبر عدد على خط الأعداد هو العدد 3؟ كلا، أحسنتم. هل أكبر عدد هو 0؟ كلا، أحسنتم، إذن أكبر عدد هو عدد 7، وأصغر عدد نعم الصفر. هل يعني الصفر شيئا؟ يعني لا يوجد شيء، نعم أحسنتم. هيا بنا نعد، 0 1 2 3 4 5 6 7، أحسنتم. الآن سوف أمهلكم دقيقتان، انظروا إلى الصورة، أريد منكم أن تقوموا بتلوين 7
مربعات باللون الأصفر، ثم أمرر القلم على النقاط لكتابة العدد 7. أبدأ من الأعلى، أنزل إلى الأسفل بشكل منحن قليلا، 7 بهذا الشكل. اتفقنا؟ هيا لديكم دقيقتان فقط. انتهيتم؟ ممتاز. إذن دعونا نلون. 1 2 3 4 5 6 وأخيرا 7. ممتاز. إذن 7 مربعات باللون الأصفر. أحسنتم. هيا الآن نقوم بكتابة العدد 7 بخط مرتب وجميل ونمشي على النقاط. نبدأ من الأعلى باتجاه اليمين، ننزل إلى الأسفل بشكل منحن إلى اليسار قليلا، 7. أحسنتم. 7 مرة أخرى، من اليمين ننزل إلى الأسفل بشكل منحن، ننطلق من الأسفل إلى الأعلى بشكل منحن آخر، 7. أحسنتم. مرة أخرى، نعم هكذا، 7. مرة ثانية، نعم 7. أحسنتم. لا تنسوا الإجابة على التمرين 2 في الكتاب صفحة 58. واضح؟ أحسب عدد حبات الفراولة. ما شكل الفراولة؟ فراولة، هيا نحسبها مع بعضنا البعض. 1 فراولة، 1. 2 3 4 5 6 7. تتوقعون هل هناك فراولة أخرى؟ نعم 8. إذا لدينا الآن 8 حبات من الفراولة، فتكتب بالأرقام 8 وبالحروف وتقرأ 8. هيا نعد مع بعضنا البعض على خط الأعداد. خط الأعداد، أكبر عدد يوجد الآن على خط الأعداد هو العدد، نعم 8. ممتاز. وأصغر عدد أنا أقول 1. هل جبتي صحيحة؟ كلا. أحسنتم. ممتازين. إذا العدد 0 هو أصغر عدد. ممتاز. هيا نبدأ بالعد.
صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ممتاز، أحسنتم. أنتم اعتدتم على هذا التمرين. لدينا الآن شكل مقسم إلى مربعات، أريد منكم أن تلونوا ثمان مربعات باللون الأحمر. أحمر جميل، هيا لونوا ثمان مربعات باللون الأحمر. وبعد ذلك أريد منكم تمرير القلم على النقاط لكتابة العدد ثمانية. هيا، سأمهلكم دقيقتان. هيا هيا أسرع، ثماني مربعات باللون الأحمر، وأكتب الثمانية بخط جميل ومرتب. هيا، انتهى الوقت. إذن واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وأخيرا ثمانية. لاحظوا شيئا، نعم الشكل يحتوي على مربعات باللون الأحمر والأبيض. هناك أيضا علم يوجد في هذه اللونان الاثنان، أحمر وأبيض. علم من؟ نعم، إنه علم مملكة البحرين. مملكة البحرين علمها يحتوي على اللونين الأحمر والأبيض. أحسنتم. هيا نكتب الآن مع بعضنا البعض العدد ثمانية. نبدأ من الأسفل في جهة اليمين وننطلق إلى الأعلى بشكل منحنى، وننزل قليلا بشكل منحنى، ونصل إلى النهاية ثمانية مرة أخرى. أسفل، أعلى، أسفل بشكل منحنى، ثمانية مرة أخرى. نعم، ثمانية مرة أخرى، ثمانية. ممتاز، لا تنسوا أجيبوا على التمرين ثلاثة في الكتاب صفحة 58. دعونا الآن نعد الأشياء في كل مجموعة ثم أكتب العدد في المربع. لدينا قطع بسكويت، واضح؟ أريد منكم أن تقوموا بعدها وكتابة العدد داخل المربع. هيا نعد، لديكم دقيقة. هيا، لديكم دقيقة واحدة.
فقرة الرياضيات. نعم، هيا هيا، 1 2 3 4 5 6 7. لذيذ، إذن 7، أحسنتم. تكتب بالحروف بهذا الشكل وبالأرقام 7، ممتاز. 7 يا 7، 7، أحسنتم. إذا لدينا الآن مجموعة من الحلوى، نحب جميعنا الحلوى، هيا نقوم بعدها ونكتب العدد داخل المربع. لديكم دقيقة، هيا بسرعة، أسرعوا. هل انتهيتم؟ هيا، 1 2 3 4 5 6 7 8، أحسنتم، 8، وتكتب 8 بالحروف وبالأرقام، ممتاز. دعونا الآن نعد الأشياء في المجموعة. أريد أن أعد هذه المجموعة، لا تقوموا بعد الحقيبة، انتبهوا فقط هذه المجموعة. أريد منكم أن تقوموا بعدها ثم كتابة العدد في المربع. بإمكانكم الإجابة على التمرين 6 في الكتاب صفحة 59. هيا دقيقة واحدة، أسرع، لا أقوم بعده، هيا. دعونا نبدأ، 1 2 3 4 5 6، أحسنتم، إذن 6، إذن هذا هو العدد 6، يكتب بهذا الشكل بالحروف 6. هل العدد 6 مشابه لصديقنا الاثنان؟ نعم، إنه مختلف. الاثنان ينظر باتجاه اليمين والستة يشاهد جهة اليسار، أحسنتم. فهذا هو 2 وهذا هو العدد 6، أحسنتم، ويكتب 6، رائع. هيا هيا، من يحب الألوان؟ هل بإمكانكم أن تعدوا الألوان؟ هيا، أريد منكم أن تقوموا بعد الألوان وتكتبوه داخل المربع. أريد منكم أن تقوموا بالإجابة على التمرين 7 في الكتاب صفحة 59. هيا، لا أقوم بعد علبة الألوان، فقط الألوان.
نسويها بشكل سريع جدا. 1 2 3 4 5 6 7 8. ممتاز. إذن 8 تكتب هكذا بالحروف وبالأرقام. 8 أحسنتم. ممتاز. إذن يا أبنائي الحلوين، بإمكانكم التدرب بشكل أكبر بالرجوع لكتاب التمارين صفحة 24 لحل التمارين. اتفقنا؟ وبالتالي انتهينا من درس اليوم وتعرفنا على 6 و 7 وأخيراً 8. إلى اللقاء.